مع الصحف العالمية. البداية تكون مع صحيفة ماركا اللي ركزت على جدول مباراة ريال مدريد القادمة وكتبت: ريال مدريد في مواجهة جدول مباراة قوي، ثلاث مباريات كلاسيكو وديربي وذهاب وإياب أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، القتال من أجل لقب الدوري الأسباني وكأس العالم للأندية في الأفق. ونروح لصحيفة سبورت. صحيفة سبورت اتكلمت عن قرعة نصف نهائي كأس ملك أسبانيا ومواجهة ريال مدريد وبرشلونة ذهابا وإيابا وكتبت: قنبلة نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، ثلاث مباريات كلاسيكو. الصحيفة كمان اهتمت كمان بأخبار برشلونة وكتبت: برشلونة يأمل في رحيل بالورين وبرشلونة بيعمل لإغلاق التعاقدات في الساعات الأخيرة. مع هذا الخبر يكون خلصت.